اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في الحصاد اليومي، نقدمه لكم من قناتكم شوف تي في. نسهل الحصاد بقراءه العناوين. شركه الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات تستعرض محاور استراتيجيتها الهادفه لتعزيز اشعاع الحاضره الاقتصاديه للمملكه. خصوبه المغاربه في خطر. شركه كولورادو للصباغه تعرض نتائجها السنويه. نسهل الحصاد من البيضاء، حيث استعرضت شركه الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات المحاور الرئيسيه لاستراتيجيتها الهادفه أساسا إلى تعزيز إشعاع الحاضرة الاقتصادية للمملكة محليا وإقليميا وعالميا، والارتقاء بها لتصبح مدينة شاملة بكل المقاييس. روبورتاج عبد القادر فطواكي وكاميرا سفيان إحمجي. عبرت شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات كازا إيفنت عن فخرها للنتائج الإيجابية المحصل عليها برسم سنة 2016، وذلك بعد مضي حوالي 5 أشهر من بداية عملها بالعلامة التجارية الجديدة وي كازابلانكا، وذلك خلال ندوة صحفية عقدتها الشركة صباح اليوم الثلاثاء بالبيضاء، تطرقت لعدد من الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنة المنصرمة 16 و2000. الحصيله ديالنا ديال 2016، بالعلم انها هي حصيله يعني ديال واحد الطفل صغير، مادام انها كانت عندنا يلاه عام، واليوم الحمد لله في هذه المناسبه ديال سنتين ديال الوجود ديالنا، تنظن بانه الحمد لله فردنا الوجود ديالنا كفاعل، ماشي جمعوي ولكن فاعل ثقافي، فاعل رياضي، وكذلك منظم لتظاهرات الحمد لله اللي يمكن البلاد ديالنا مشاهير المدينه ديالنا تعتز بها، وهذا تيجعلنا زعما الحمد لله فخورين انه كنا عند في الموعد مع جميع يعني لي ميسيون المهام اللي تعطاتنا. فالحمد لله الحصيله يعني اجماليا فهي كانت حسنه وطيبه، اكثر من ذلك فقدرنا يعني نربحوا بزاف ديال الوقت، لانه ركزنا على انه في جميع التظاهرات ماشي فهما حنا ما تنقولوش بان راه حنا اللي غنديروا بوحدنا التظاهره، يعني ديما تنحاولوا ناخذوا شريك حرفي اللي عنده واحد سنوات ديال الحرفه في ذاك المجال باش تربحوا الوقت. والدليل على ذلك فلا خدينا سمارت سيتي بويسك سي لو كاي كي نوز انتان، فاوني على دوزيام ايديسيون، ولكن الصدى ديالها من الناحيه الدوليه الحمد لله وكانه هذه 10 سنين وحنا تنديروه. علاش؟ لانه في الاختيار ديالنا استراتيجي باش نهيئوا لهذه التظاهره، فاعتمدنا على واحد الشركه اللي عندها واحد الانجازات مهمه في هذا المجال من الناحيه الدوليه. محمد الجواهري المدير العام لشركه الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات عبر عن طموح الشركة في تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خلال سنة 2017، وذلك من خلال عزمهم تنظيم عدد من الأنشطة والمعارض والمهرجانات خلال هذه السنة. إلا كانت 2016 ما حققنا بزاف ديال الإنجازات، تنظن في 2017 إن شاء الله غادي يا إما غنزيدو نأكدو بالنسبة فيما يخص التظاهرات اللي غادي تعرف الطبعة الثانية، ولا غادي نفرضوا الوجود ديالنا بتظاهرات اللي غنكونوا فيها الطبعة الأولى كالفيستيفال ديال كازابلانكا، لأن جميع البيضاويين تيتسناو، فنتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم هذه السنة غادي نكونوا على الموعد، وتنظن بأن راه عطاكم التواريخ وإن شاء الله الرحمن الرحيم باش كل بيضاوي يكون يعني يفتخر ويعتز بهذه التظاهرة، كذلك الفيستيفال دو شوبينغ اللي غيكون هو في الطبعة ديالو الأولى، وحنا كنا عارفين بأنه بزاف ديال المحاولات كانت، وان شاء الله هذه المره تنتمنى الله بالشراكه مع جميع الفعاليات اللي تتصب على هذا الميدان باش تكون واحد الموعد ونفرضوا، وهذا هو المهم عندنا. وتطمح شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات التي أسست سنة 2015 إلى تنشيط وتأهيل العاصمة الاقتصادية للمملكة ومنحها إشعاعا سياحيا ورياضيا وثقافيا في إطار مخطط التنمية 2020، والذي يهدف إلى جعل البيضاء في مصاف الدول العالمية المتقدمة. وفي خبر آخر، كشف اختصاصيون أن 15% من الأزواج في المغرب يعانون من صعوبات في الإنجاب، أي حوالي 800,000 زوج يشكون من مشاكل في تحقيق حلم الأمومة والأبوة. روبورتاج ماريا جعدود وكاميرا زكريا الصفريوي.
أصبحت الخصوبة عند المغاربة ضعيفة بمعدل 15%، أي أن حوالي 800 ألف زوج يشتكون من تحقيق حلم الأمومة والأبوة. فهناك من المغاربة من يرجع السبب الرئيسي لهذا المشكل إلى سوء التغذية، والبعض الآخر الزواج المتأخر. أختي هاد الأغذية اللي ولاو عندنا دابا شنقول لك، المواد حافظة، اللي كياكل شيبس اللي كياكل ساندويش ما بقى والو اختي، المعجون الاكسطاخ اختي شنقول لك، البلاد راحت اختي شنقول لك، والله اختي تا صافي حتى شنو غتبان لك الارض تضوات حق الله. ايوا شنقول لك، الظروف كل واحد الظروف ديالو اختي، شنقول لك الدنيا دابا صعبت شويه. ايوا والله انا باقي ما جربتش ما نكذبش عليك. هي عوامل متشعبه ومتركبه، قدرنا ناخذ ما هو صحي وما هو يعني نمط حياه، فهمتي؟ الانسان اللي تيكون تينعس مزيان تياكل مزيان، ما تياكلش نامبورت كوا، كياكل شي حوايج اللي هما عارف شي ياكل، وكاين شي حوايج اللي هما عندهم علاقه بواحد الممارسات كيديرهم الانسان بحال مخدرات يعني بليا بزاف الحوايج كيديرهم، هما كنظن هما العوامل اللي كتؤدي لهذه المسائل هذه. وانا بالنسبه ليا الناس شويه تنظمات وبغات الحياه ديالها تمشي، زعما ماشي قوت الدراري شويه طلت الوقت صعيبه. تنظن العامل الاول قله يعني التغذيه، وثاني حاجه عاوتاني الزواج، ما بقاش ولا الزواج يعني في واحد السن متقدمه. تنظن هادو هما السبب الرئيسيين علاش يعني كاين هاد النسبه ديال العقم تزايدات. كاين بزاف ديال العوامل، من اهم العوامل هو ما كاينش الزواج، الناس ما تيتزوجوش بكري بحال شحال هادي، مش حال هادي كانوا الناس يتزوجوا على 18 عام 20 عام، دابا 30 عام 34 عام. وعاوتاني الظروف الماديه، كاين واحد النوع من كاين لي صالير قلال، بحال دابا واحد مثلا تيخدم ب 4500 5000 درهم، غادي واحد غادي يولد واحد وغادي يوقف واخا يكون عنده الامكانيه باش يولد واحد اخر. ومن جهة أخرى يرى الأطباء المختصون في عالم الجينات بأن التلوث هو الآخر يكون سببا وراء انخفاض معدل الولادات بالمغرب. دونك حاليا ولا تراجع ديال الخصوبة في المغرب، وفي الدول الأخرى نتكلموا اليوم على المغرب خاصة. دونك قبل كان المرأة غير الكوبل غير تتزوج تتولد ولدوا لي سبعة لي ولدوا ستة وهذا، مي اكتويلمون مالوغوزمون الستريس ديال لافي كاين لي برودوي شيميك، الناس ياكلوا مابقيناش ناكلوا الماكلة الطبيعية، الهواء حتى هو ولا لا بوليسيون، هادو كلهم ربما ما كاينش سبب واحد، من كلها ولات أسباب ديال تراجع الخصوبة في المغرب. التراجع شحال هذاك كنا تنلزموه بزاف اللي تنقولوا المراه هي لي ريسبونسابل، هي اللي مسؤوله. حاليا حتى الرجل بزاف فاش نديروا تحاليل ديال الحيويات المنويه تلقاو بانهم ضعاف ولا مال فورمي ولا عندهم تشوهات، وهذا ما تيخليوش لو كوبل ينجب. دونك هذا سي ان فري بروبليم دو سونتي بيبليك، مالوغوزمون باقي في المغرب ما تنحسبوش سي ان بروبليم دو سونتي بيبليك، ما كاينش شاف لي بريزون شارج، ما كاينش مازال ما معترفش به، مي بزاف ديال العائلات تفرقوا على هذا السبب، بزاف ديال المشاكل بسيكوسوسيال تيكونوا اكوز ديال هاد المشاكل ديال الخصوبه، باش يقدر يتحيد دونك خصو يتحيد، باش خص واحد هنا دونك خص لا بوليسيون تنقص، دونك خص الانسان ياكل بيو، دونك هادو كلهم دي فاكتور اللي يمكن باش تنقص شي شويه باش نرجعوا كيما قبل في الماضي، باش تكون الخصوبه طلع اكثر من هادشي. التوتر والتلوث بالاضافه لانعدام التغذيه المتوازنه، هذا الثلاثي الذي اصبح يشكل عائقا وهاجسا مخيفا لكل من يحلم بان يصبح اب او ام. ودائما بالبيضاء، فقد عرضت شركة كولورادو لصباغة اليوم ببورصة الدار البيضاء نتائجها السنوية لسنة 2016، واعتبر المدير العام أن رقم المعاملات تجاوز 503 مليون درهم مقارنة بنتائج سنة 2015 التي عرفت انخفاضا بنسبة 0.8%. عبد الرحيم رموحي وكاميرا عصام الفاضلي.
شركة كولورادو للصباغة عرضت اليوم الأربعاء ببورصتها الدار البيضاء نتائجها السنوية لسنة 2016، واعتبر المدير العام أن رقم المعاملات تجاوز 530 مليون درهم مقارنة بنتائج سنة 2015 الذي عرف انخفاضا ب 0.8%، كما تجاوز الربح الصافي 50 مليون درهم. الحمد لله، نحن كنعتبروا سنة 2016 سنة ناجحة رغم الظرف الاقتصادية الصعبة اللي عاشها المغرب السنة الماضية. رقم المعاملات تجاوز 530 مليون درهم رغم واحد نزول ضعيف مقارنة مع السنة اللي قبل، واحد 0.8% ديال الانخفاض، وكان الربح الصافي يتجاوز 50 مليون درهم، حتى هو انخفاض طفيف، ولكن هذا النتيجة الصافي جاء نتيجة للمجهودات كنقوموا بها، وكذلك لواحد المجهود كبير قمنا به في سنة 2016 من أجل فتح قاعات عروض جديدة شهروم، ومن أجل القيام بسياسات ديال التسويق مهمة. حنا كنا موجودين في التلفزة الشاشة عبر إشهار، كنا موجودين في الصحف، موجودين على اللوحات الإشهارية إلى آخره. ويشكل تصدير نسبة مهمة في رقم معاملات كولورادو، وذلك بأكثر من 8% في اتجاه مجموعة من الدول العربية والإفريقية. احنا كنبقاو متفائلين الحمد لله، احنا كنظنوا نحققوا ان شاء الله نتائج ممتازه في 2017 كتجي باش كتزكي العمل اللي قمنا به 2016 وقبل. اول شيء الحمد لله التصدير، التصدير اليوم كيشكل نسبه مهمه من رقم العمل ديالنا اكثر من 8%، وحنا كنحاولوا نزكيو هذه النسبه هذه، لان التصدير هو وجود ديالنا ماشي غير في المغرب وخارج المغرب، في المغرب العربي، منطقه غرب افريقيا، اوروبا، وحتى المملكه العربيه السعوديه. دونك هذه السياسه غادي نمشيو فيها ان شاء الله. ثاني شيء هي سياسه اخراج منتوجات جديده للسوق اللي كتجاوب مع احتياجات ديال الناس، منتوجات في الديكور، منتوجات صناعيه، منتوجات اللي كتستجب كذلك لبعض الاحتياجات الخاصه. حنا الحمد لله خرجنا منتوجات ماشي غير صباغه طلاء على الجدران، ولكن منتوجات اللي كتستجيب لبعض الاحتياجات، مثلا منتوجات صباغه ضد البكتيريا، عندنا صباغه ممتازه ضد الرطوبه، وهذه كلهم صباغات اللي عندهم شهادات عالميه ومعترفين بمختبرات اوروبيه، ماشي غير حنا بوحنا كنقولوا. وتتوفر كولورادو على معملين كبيرين وتتجاوز الطاقة الإنتاجية 100,000 طن، كما يتوفر على 9 قاعات عروض و6 وكالات جهوية لتلبية الحاجيات الوطنية والدولية، وتشكل الجزائر أول سوق خارجي بحوالي 30% من حصة التصدير، ثم السوق السعودية، وتليه السنغال، ثم تونس. حالة إنسانية تدمي القلوب وتهز النفوس. شاب في عقده الثاني يعيش جحيم داخل منزله بالدار البيضاء، حيث اضطرت عائلته الصغيرة من أجل حمايته وحماية المحيطين به إلى ربطه بسلاسل. لنتابع قصة أيوب. لالا هند ام ثلاثه الوليدات في واحد النهار بدلت الدار ديالها، وتفاجات ان الابن الواحد ديالها كيخبرها انه مزوج في المنام، وانه كيشوف حوايج غريبه ما فهمت والو من كلامه. لكن المفاجاه كانت صادمه من بعد ما بدات كتظهر اعراض غريبه على ولدها اللي وصلته انه يضربها. ولدي ولا بحال ما هكا، انا سكنت واحد العتبه، هذيك العتبه ولدي تقا ولدي كلهم تقاسوا ليا الحاسب، عندي ثلاثه، جوج ولاد وبنيه. البنيه كان غادي يقتلها ليا من السطح، راني حطيتها غير في خيريه، وقفوا معايا الناس اللي حسوا بي الله يجازيهم بحسن، الله يكثر خيرهم، ضرب غلب هما اللي وقفوا معايا على البنيه الخيريه. كنت كنبات انا وياه في الزناق، كنا مشتين الزناقي، نبات في موال نتلاوط من البيت للبيت عند الناس. انا دابا كنكري البيوت ومن الاخريه الدراري اللي تقاسوا ليا، وليت الدري ما حنا مع هاد الدري، وليت تابعه. ايه عنده الماس بانك كيصلي، كان في لونطري ما كان دري زعما متقي الله. ملي لحقت 3 أشهر عام وسكنت ديك العتبه، الدري كيقول لي راني بيته معايا وحده مع نقاني، انا ما تصدقتش. اللي ما صدقتش بشويه ولا يقول لي انا ماما انا مزوج، ما صدقتش شويه. الدري كيطج ليا وكيزيد يسرح وداك الشيء، ولا الدري ما بقيتش نشوفه، ولا كيجي يضربني ولا بحال لا اله الا الله محمد رسول الله.
هاد الام كتعاني بزاف ما حيلتها الفقر ولا الابن اللي شد الفراش ولا كيقوم باشياء صعيبه لدرجه انها تعرضت للعنف من طرف كبتها اللي كانت كتحلم تشوف فيه رجل المستقبل. ايه كيضربني انا مارسني من هنايا مارس ليا فمي هو مش خشخوليا سناني كلهم ها وخنوبتي كلهم محلوله من هنا راسي من هنا وجهي وجهي مارسوا ليا من هنايا لحني بتحت صراخنا كنت غادي انا وياه ونضادر تشوفها هما ديتو ولدي الطبيب من 2012 وانا كنعاني مع هاد الدرج كيقول لي الطبيب ما كاينش العلاج عندنا وانا دابا عايشه بزاز وصافي هنايا عايشه في العذاب الالم من القسوه قص ما نقولش ليك لا ماكله لا شراب المنسيه هنايا ان لدرجه راني جايه لهاد البيت ما انا ما بغاونيش هما اللي نضر نبقى ساكنه بالدري عند الدري قال لي خطر على الكرايه ما يمكنش لينا ما خرجي اما ديري حل الدري ملي درت بحال ما هكا قلت لهم شنو غادي ندير عييت 8 سنين وانا كنقاسي معاها ماشي سهله وثلاث اشهر عمرنا ما كارياش ذهبي تاع والدين امي والديها مخلي لها هذا البيت امي وامي دابا ملي تبصر لها السكر مره كبيره وداك الشيء ولا دابا كتقول لي انت ربطي لي ولدك هنايا وادي مشي لك البوليس ندعيك نخرجك سيري موتي تي ولدك دبر راسك انا عييت من بس انا في الزنقه نيت ندور الزنقه ولدي كيبات في الزنقه انا فات تحت الشرم هنايا فات الحومه ما نقولش ليك راه ما كاينش اللي كيعقل عليك ولا كيحس بك ولا اللي يقول لك السيده مسكينه ولا مساعدوها غير معنويا كياكل كيقول لك عندي ولادي عندي مرتي راه الماكله راهي في المليوحه في الارض هاهي الماكله وكأي حاجه كيلوح ما كيبغيش الماء هو من شحال من عام ما كيبغيش الماء يوصل ليه ما كيبغي لا حمام لا يقطع الفرانو ولا لي والو ما كيبغيش الماء نهائيا انت كتسمعوا فيه اش كيقول زعما اش غادي نقول لك ما كيبغيش يعوم انا عرفتي شحال من عام اليوم وفي هاد المشاكل الكبيره والصعوبات ديال حياته بدموع ام معذبه كتمنى لاله هند حياه جديده وسعيده تجمع مع وليداتها وكتطلب من المحسنين يشوفوا من حالها ويساعدوها وين نطلب من الناس ندير نطلب من الناس يساعدوني يحسوا بيا راني عييت من قاسي بالزناق راه 8 سنين لا دار لا استقرار لا ولاد مجموعين لا عيد لا عواشر الايام الله كلها ولات لي جايهني اللي جاي عيرني اللي جاي لا اله الا الله محمد رسول الله اللي كان حزرني مريض راني مريضه واقفه بزمني بهذا الخبر نصل مشاهدينا الى ختام الحصاد اليومي الى اللقاء ودمتم في رعاية الله